هون شباب نعطيكم فكرة على الكوابل كيف مددناهن. عندنا كوابل الفورجي مع الجي بي اس ركبناه بالمنطقة. هون عندنا الجي بي اس، هون حطينا انطين الفورجي. هاي بلاستيكة بس عليكم تفكوها من هون، بده شريط يطلع معك الكابل بكل سهولة. بالنسبة لكابل الطاقة اللي هو أصعب شيء، طبعا كابل الطاقة بيجي له مخرجين ذكر وأنثى، واحد بفوت على الراديو الأورجنال، واحد بفوت على الفيشي اللي كان جاي على الراديو الأورجنال. الفيشي بناخذها من هون من تحت، طلعها من الجهة هاي من هون، رد ناخذها من ورا تطلع معنا من هون مثل المشافين. بالنسبة لكوابل الفورجي والكاميرا الخلفية والمايك والكوابل الصغار، فيكم تطلعوه من الصبوب الصغيرة اللي هون مثل المشافين. هون طلعنا كابل اليو اس بي هون مثل المشافين، ركبنا وصلتين يو اس بي هون بهالمكان هذا بالدرج مثل المشافين. الكوابل جايت من هون، طلعت معنا من هون ودخلناه من الثقب هذا هون، لأنه هون فتحات تكييف ما بدايق عليهم شيء إذا ركبناه هون هيك. أما كابل الطاقة الأساسي لأنه عريض لازم ناخده من تحت على جنب، من فوق بيطلع معنا من هون، نسحبه من هون، رد ناخده من ورا يطلع معنا من هون. غير هيك أمورنا كلها تمام. بالنسبة للقاعدة الأساسية اللي إجت مع الشاشة، أعطينا القاعدة يا معلم. بالنسبة للقاعدة رح تيجي معنا هيك، طبعا في لها قاعدة هون تركب بهالشكل هذا مشان تثبت خلف هدول هيك ما تطلع لتحت، ولها قواعد صغار بيركبوا هون واحدة تنتين مشان يجوا مكان البراغي الأورجنال اللي فكيناه هون. Thank you.